لماذا فشلت صفقة تبادل الأسرى التي رعتها الأمم المتحدة؟ وكيف أصبحت قضية المختطفين وجعاً يمتد على طول البلاد وعرضها من صنعاء إلى عدن؟ وما الذي بيد الحكومة والمجتمع الدولي فعله للإفراج عن المختطفين؟ أهلاً بكم. أعلنت رابطة أمهات المختطفين 18 من إبريل يوماً وطنياً للمختطفين اليمنيين. المختطفين الذين أصبحت مأساتهم عابرة للقوانين والأعراف والجغرافيا، اختفاء قسري وتعذيب وحشي وسجون انفرادية وضرب أمام الأهالي الذين يأتون لزيارة ذويهم، واعتداء على أمهات المختطفين اللائي يصرخن بحرية أولادهن، وغير ذلك من أشكال المأساة لهذا الملف في اليمن. من ينظر لهؤلاء في اليمن في ظل تعامي المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمحنتهم؟ من يسمع أنين الأمهات ويرى دموع الأطفال في ظل إهمال الحكومة بل وتسترها على جزء من هذا المشهد في مناطق سيطرتها؟ 18 من إبريل يلقي الضوء على القضية العادلة، قضية المختطفين في اليمن. المختطفون في اليمن معاناة مستمرة ومأساة أصبحت تخصص لها أيام رمزية. 18 من إبريل أطلقته رابطة أمهات المختطفين يوماً للمختطف اليمني للتذكير بمأساتهم والوقوف على أناتهم وعذابات أهاليهم التي لا تهدأ، ولتجديد المطالبة بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم في مختلف السجون ومراكز الاحتجاز. رابطة أمهات المختطفين أصدرت بمناسبة هذا اليوم بياناً جددت فيه مطالبتها بالإفراج عن جميع المختطفين، ودعت اليمنيين إلى تشكيل تحالف اجتماعي وحقوقي وقانوني تجتمع فيه الجهود لتمكين المختطفين من حقهم في الحرية وتتعاضد لمنع الاختطاف وتبييض المعتقلات. مع إعلان اتفاق السويد استبشرت العديد من أمهات المختطفين أملاً في الإفراج عن أبنائهن من خلال صفقة التبادل المعلن عنها، لكن تراجع الميليشيا عن إتمام الصفقة أعاد الأمور إلى المربع الأول وتلاشت آمال الأمهات المكلومات. تمتلئ سجون الحوثي بمئات المختطفين والمعتقلين السياسيين ويتعرضون فيها للتعذيب الوحشي ومحاكمات تفتقد للحد الأدنى من معايير العدالة، بل وتزداد أعدادهم يوم عن آخر بحسب تصريحات منظمات محلية. الأمر ذاته يحدث في عدن لدى السجون التي أسستها الإمارات قبل أن تضفي عليها شرعية وزارة الداخلية مؤخراً، لا سيما بعد تصريحات وزير الداخلية ونائبه أن تلك السجون تتبع الدولة. أنا معي أولاد مخفي له 3 سنين، ودقينا كل الأبواب حق الحكومة وكل المنظمات، ودقينا على الرئيس والرئيس ساكت من إحنا، يقولوا ما في السجون سرية، فين عيالنا؟ لا ما في السجون سرية، فين ودوا؟ فين باعوهم؟ اليوم وأمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير أبنائهن والإفراج عنهم. طالب الميسري بإفراج أبناء المختطفين مدة 3 سنوات، لن نعلم عنهم أي شيء، لا اتصال ولا أي حاجة، نشتي نعرف أين مصيرهم. غير أن اختفاء مصير عشرات المواطنين في عدن يظل وصمة عار في جبين الحكومة الموجودة حاليا في العاصمة المؤقتة، والتي تقول إنها فعلت عمل الأجهزة القضائية فيها. إذن سجون في صنعاء وعدن يختلف فيها وجه السجان، وتتساوى فيها معاناة الضحايا الأبرياء وسط إهمال أممي ودولي لملف المختطفين في اليمن، أحد أكثر الملفات مأساوية في البلاد. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي عبد الله المنصوري، وهو شقيق أحد المختطفين عبر الأقمار الاصطناعية من عدن، كما سينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. إذا مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا. أهلا بك. وبداية، اليوم تم تحديد 18 من إبريل يوم عالمي أو يوم للمختطف اليمني، برأيك ما دلالة تحديد يوم خاص بالمختطف اليمني؟ الحقيقة أن هذا الحدث هو واحد من شواهد النتائج ممارسات ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين وأبناء الشعب اليمني
اختطفت مثل ما اختطفت الدولة، هي اختطفت أبناء هذا الشعب، اختطفتهم من منازلهم، من مقر أعمالهم، من الطرقات، ولأكثر من 4 سنوات ربما في العام الخامس، والكثير من هؤلاء ربما الآلاف في سجون ميليشيات الحوثي، يعانون أصناف من التعذيب الوحشي والممارسات البشعة، بينما بالمقابل لا نسمع أو لا نكاد نرى أثر للمعنيين بحقوق الإنسان، نعم. سواء الأمم المتحدة أو الهيئات والمؤسسات التابعة لها. نعم، يعني أن يكون هناك يوما وطنيا أستاذ عبد الله، يعني رغم يعني ملاحظتنا لتراخي وتخاذل المجتمع الإقليمي والدولي مع ملف المختطفين، هل يمكن أن يؤثر مثل هذا اليوم على يعني أن يلفت أنظارهم إلى حقيقة ما يعانيه هذا المختطف؟ هو في حقيقة الأمر في الحد الأدنى محاولة للفت الأنظار إلى هذه القضية الإنسانية العادلة التي يجب أن تتصدر كل الملفات وكل القضايا، ويجب أن لا تتغافلها سواء الأمم المتحدة أو كل المعنيين بهذا الملف، يجب أن يحتشد الجميع، يجب أن لا تظل هذه القضية بهذا المستوى. من العار، نستطيع نقول أنه من العار أن يتم التعامل معها بهذه السلبية من قبل جميع الأطراف وجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان. هذا ملف يجب أن لا يتم التعامل معه بهذا الشكل، يجب أن يطلق سراح جميع المختطفين، يجب أن يعودوا لأسرهم ولذويهم، ويجب التعامل معها بقليل من الإنسانية، بضمير الإنسانية، يجب أن يراعى هؤلاء الذين يتم تعذيبهم والتنكيل بهم كل يوم على مدى سنوات، يجب أن تراعى أسرهم، يجب أن يراعى أطفالهم. وراء هذه الكارثة آلاف أو ربما مئات الآلاف من اليمنيين يعيشون هذه المأساة التي خلفها الاختطاف وويلات الاختطاف وما يتم بعد الاختطاف وما تتركه هذه المأساة على ربوع الوطن من أقصاه إلى أدناه. هذه الكارثة الإنسانية نلاحظ اليوم أنه لا تعامل بما يليق بها، أو لا ليس التعامل بالمستوى المطلوب مع حجم هذه المأساة والكارثة الإنسانية. نعم، إذا يعني جاء اتفاق ستوكهولم وكان أبرز الملفات التي طرحت لمناقشتها هو ملف المختطفين، وخرجوا باتفاق خاص بهؤلاء المختطفين. لو سألتك عن أوضاع المختطفين والمعتقلين بعد اتفاق ستوكهولم، هل هناك أي اختلاف عما قبل؟ هنا المأساة أختي الكريمة. بعد اتفاق ستوكهولم وما تم الاتفاق عليه، كان يتوقع الأسر وكل الشعب والمراقبين أن يتم إطلاق سراح هؤلاء المختطفين. الذي حصل في السجون هو العكس تماما، صعدت ميليشيات الحوثي باتجاه ممارسة مزيد من سوء المعاملة ومزيد من الإخفاء ومزيد من التعذيب وممارسة الإجراءات السيئة ضد المختطفين، منعت الزيارات ومنعت إدخال الأدوية وإدخال الغذاء، حتى الملابس لم تسمح بإدخالها. تغيرت ممارسة الحوثيين بعد هذا التاريخ تماما، وأصبحت الأسر تعيش ويلات أكثر مأساوية من ذي قبلها. لا، ليس هناك تفسير لهذه الممارسات من قبل هذه الميليشيات، إلا أنها تمارس مزيد من المجافاة ومزيد من التنكيل والاستهداف لهذه الأسر ولهؤلاء الضحايا. أيضا هي تعمل على استغلال هذه القضية الإنسانية والحصول على مقايضات سياسية وابتزاز سواء الشرعية أو المجتمع الدولي، كما تبتز الأسر وتنكل بالضحايا أنفسهم. نعم، إذن عبد الله، يعني لو تحدثنا، هل لديكم أي تواصل مع المعتقلين لدى الميليشيا؟ هل تعرفون ما هي أوضاعهم؟ كيف يتم تعاملهم؟ خاصة الفترة السابقة علمنا بازدياد تعذيب لبعض المعتقلين والتعامل السيء مع ذويهم أيضا.
في الحقيقة أن ميليشيات الحوثي تستهدف كل، نستطيع أن نقول أغلب الشعب اليمني وكل الأصوات المغيرة لها والمختلفة معها، فما بالك بمن تم اختطافهم وسجنهم. أيضا في السجون التواصل لا يوجد تواصل مباشر، فهي لا تسمح حتى بالاتصالات إلا في الحالات النادرة. الزيارة الكل مهدد، ربما أقارب المختطفين أنفسهم يعانون ويلات من التهديد المباشر وغير المباشر، ولا يستطيع الرجال زيارة المختطفين. أحدثك عن شقيقي الصحفي توفيق المنصوري وزملائه الصحفيين المختطفين في سجن الأمن السياسي، أنا لم أستطع زيارتهم حتى اليوم، ولا يمكن أن أتجرع على زيارتهم رغم أنه تم اختطافهم وأنا كنت في صنعاء. لم أستطع زيارتهم، لا أن هذه الميليشيات تستهدف كل أقارب الصحفيين. لا يوجد تواصل إلا عبر النساء، عبر أقاربنا اللاتي يزورن هؤلاء المختطفين، وفي حالات نادرة يتم أيضا الاعتداء عليهن، يتم أيضا الإساءة لهن، يتم الاعتداء على المختطفين أثناء تواجدهن، يتم نهب كل ما بحوزتهن في حالات كثيرة، هي وحالات بعض الحالات حتى لو تمكننا من إدخال الأغذية أو الملابس يتم نهبها من المختطفين وهي قد دخلت إلى داخل السجون. الحقيقة أن هذه الممارسات الظاهرة أمام الأسر وما يتم خلف الكواليس أو ما نقول داخل السجون المظلمة، هذه كثير من الويلات من التعذيب والضرب والتنكيل، كثير من الممارسات البشعة تعرضوا لها الكثير من هؤلاء المختطفين. وأنا أحدثك هنا بشكل مباشر عن كأخي توفيق، كواحد من المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب والتنكيل من قبل ميليشيات الحوثي، صحته في تدهور مستمر، وكذلك كثير من المختطفين صحتهم في تدهور مستمر وتتفاقم حالتهم الصحية بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وبسبب سوء المعاملة وأيضا سوء التغذية وعدم السماح بدخول الأدوية أو تقديم أي رعاية صحية لهؤلاء المختطفين. نعم، إذن لو تحدثنا أيضا بالإجراء الأخير الذي قامت به ميليشيا الحوثي وهو محاكمة بعض المعتقلين بعد اتفاق ستوكهولم والذي قضى بالإفراج عنهم، لماذا شرعت لعمل ذلك؟ وأيضا هذه واحدة من الجرائم التي تضاف إلى رصيد ميليشيات الحوثي، هي تختطف الأشخاص وتختطف المدنيين ومن ثم تقوم بمحاكمتهم محاكمة باطلة. الأقدر أن تكون هذه الميليشيات التي مارست هذه الجرائم هي من يتم محاكمتها، لا هؤلاء الأبرياء المدنيين الذين تم اختطافهم من بيوتهم ومن منازلهم ومن مقر أعمالهم. الميليشيات صعدت بعد اتفاق ستوكهولم ضاربة بكل الاتفاقيات وما تم الاتفاق عليه والتشاور حوله عرض الحائط كما يقال، وقامت بتحويل عدد من المختطفين وعلى رأسهم الصحفيين المختطفين إلى محاكمات باطلة بتهم كيدية، بتهم التخابر مع ما تسميه هي دول العدوان والخيانة العظمى. هذه الميليشيات سبق وأن حاكمت البعض في محاكم هزلية وباطلة وأصدرت أحكام إعدام بحق من قامت بمحاكمتهم، وأيضا يواجه هؤلاء الذين تم إحالتهم إلى المحاكمات يواجهون خطر أحكام الإعدام من قبل هذه الميليشيات التي لا تراعي إلا ولا ذمة في يمني، وهي تصنف هؤلاء المختطفين على أنهم خصوم لها أو على الأقل يعني هم على النقيض السياسي من توجهاتها وضد مشروعها الذي يقضي بابتلاع اليمن. هذه الميليشيات تقوم بهذه المحاكمات أيضا لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة الشرعية وعلى ذوي وأسر المختطفين لتقوم بممارسة دنيئة
ومعذرة على هذا اللفظ، دنيئة بهذه الورقة وبهذه القضية الإنسانية العادلة. الذي نلاحظ أنه هناك يعني التعامل الآخر من قبل الشرعية للأسف ليس بالحد المطلوب وليس بالمستوى المطلوب، هناك ضعف كبير في إدارة هذه القضية وفي التعامل معها بمقابل ميليشيات إجرامية ممكن تمارس أي شيء ضد هؤلاء المختطفين، وهم يواجهون خطر الموت كل يوم في سجون هذه الميليشيات، الذي سبق أن توفي على يد جلاديها تحت التعذيب العشرات منهم. وهذه جرائم يجب أن يقوم العالم كله ضد هذه الجرائم، أن يموت شخص واحد تحت التعذيب هذه كارثة إنسانية، يجب أن يقول العالم جميعا لا لهذه الجرائم. فكثير العشرات ماتوا تحت التعذيب ولم نسمع صوت لهذا الضمير الإنساني، ولم نسمع صوت للرأي العام المفترض به أن يناصر هذه القضايا، ولم نجد التعامل المطلوب من قبل الشرعية مع قضايا عادلة تفوت الفرص كبيرة. ويجب على الشرعية والحكومة الشرعية أن يكون لديها أدوات ضغط تتناسب مع هذه الجريمة، يجب أن تعمل على حماية هؤلاء المختطفين، يجب أن تعمل على إطلاق سراحهم. سنتحدث عن موقف الشرعية وما الذي قدمت لهذا الملف، ولكن اسمح لنا أن تنضم معنا سيدة أمل السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة أمل السلام. مساء النور عليك وعلى المشاهدين وضيفك الكريم. أهلا بك معنا أستاذة أمل السلام. أود أن أسألك حول هذا اليوم الوطني الذي قمتم بإعلانه كيوم للمختطف اليمني، برأيك ما الأهداف، أو يعني حدثين عن الأهداف والرسائل المراد إيصالها من خلال هذا اليوم؟ في هذا اليوم 18 إبريل هو يوم المختطف، الهدف منه أن تظل هذه المعاناة حاضرة ولا تنتهي بتقادم الزمن، وأيضا نجمع الجميع على أن يكون هذا العام، ونريد من الجميع يشاركنا أن يكون هناك تبييض للسجون وعدم الاختطاف، دعوة أيضا للجميع أن يكون هذا الذي حصل في اليمن لا يتكرر في أي مكان في العالم، جريمة إنسانية حصلت في اليمن، ونريد أن تكون هذه الذكرى خالدة لدى الجميع بحيث أن لا تنسى أن يكون هناك حرب، فإذا كانت هناك حرب ستكون مثل هذه المآسي التي حصلت. أيضا يكون هذا اليوم للجماعة الحوثي أنها تختطف تضعهم في سجون وتعذبهم وتمنع عنهم الأدوية والأكل وتعذبهم حتى الموت، ويظل هذا اليوم يوما خالدا في أذهان الجميع. نعم، إذن ابقي معنا أستاذة متسلم، سأعود إلى الأستاذ عبد الله وأسأله عن الشرعية ودورها برأيك في هذا الملف. ألا تعتقد أنه كان بوسعها أن تقدم أكثر مما قدمت، خاصة بعد اتفاق ستوكهولم؟ يعني وكأن الشرعية ذهبت فقط لإسقاط الواجب وعادت، ولم تقدم أي ضغوط لأجل تنفيذ هذه الاتفاقات، وخاصة فيما يخص المعتقلين والمختطفين أيضا. نعم، في البداية اسمحي لي أن أوجه التحية للأستاذة المناضلة أمة السلام أم المختطفين، لها ولكل المناضلات معها في رابطة أمهات المختطفين التي حملن هذه القضية على عاتقهن ويقومن بدور منقطع النظير، بينما نلاحظ هشاشة في من يفترض بهم أن يحملوا هذه القضية ويتعاملوا معها، وأقصد هنا الحكومة الشرعية. الحقيقة أن هناك كثير من الفرص فوتتها الشرعية، وأيضا هناك كثير من الأوراق التي كان يجب أن تستخدمها، وهناك كثير من المناورات في هذه القضية كان يجب أن لا تسمح بأن يتم استخدام هذه القضية بهذا الشكل من قبل ميليشيات الحوثي. هذه قضية إنسانية
إنسانية عادلة، كان يجب أن تبقى في إطارها الإنسانية العادل، وأن لا تدخل في أي مفاوضات ولا تدخل في أي مشاورات وجلوس مع هذه الميليشيات الإجرامية إلا بعد أن تطلق سراح هؤلاء المختطفين. كان يجب أن لا يتم أي اتفاق من الاتفاقات التي مرت، ويجب على الشرعية لا زال أمامها فرصة كبيرة في إنقاذ هؤلاء. والحقيقة أنه يزعجنا ويقلقنا كثيرا أن يتم التعامل مع هذه القضية الإنسانية بهذا الشكل. لم تعطيها للأسف الشرعية حقها الإنساني كما يجب، ولم تستخدمها أو تجيد على الأقل استخدامها بالشكل المطلوب، بينما ميليشيات الحوثي تستخدم هذه الورقة ضد الحكومة الشرعية، ضد المجتمع الدولي، ضد الأسر أنفسهم، ضد المجتمع بشكل عام. أمام الشرعية لا زال كثير من الأشياء والخطوات التي يجب أن تصعدها. هي مطالبها اليوم بإيقاف أي تشاور وأي مشاورات وأي خطوط، سواء عبر المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن تتوقف كل هذه المشاورات والتواصلات إلا بعد إطلاق سراح هؤلاء المختطفين. ونحن نطالب من الوفد الحكومة الشرعية والشرعية بشكل عام أن تقوم بهذه الخطوة بشكل عاجل، أن توقف كل المشاورات مع هذه الميليشيات، وتطالب بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، وإطلاق كافة السراح كافة المختطفين، وإيقاف هذه المحاكمات الهزلية العبثية. إذا شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الله المنصوري وشقيق أحد المختطفين، نسأل الله له أن يفرج عنه وعن جميع المختطفين. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أعود إليك أستاذة أمت السلام. أستاذة أمت السلام، يعني منذ بداية العام 2019 ونحن نسمع عن إضراب المعتقلين في بير أحمد، برأيك يعني أو حدثينا عن لما هذا الإضراب، وهل هناك العفو أستاذة أمت السلام، يعني قبل ذلك أود أن أسألك عن الإحصائيات التي لديكم بخصوص المختطفين وأوضاعهم، سواء المختطفين لدى الميليشيا أو لدى الشرعية. بالنسبة للمختطفين كما ذكرنا من قبل، وثقت الرابطة 3000 مختطف، وخلال العام هذا أثناء المحادثة في السويد تم اختطاف 160 من الناس الأبرياء المدنيين، رغم أن هناك اتفاقات على إفراج عن المختطفين والأسرى والمعتقلين وغيرها من هذه الأشياء. نعم. طبعا في التي في عدن هناك التي وثقتهم الرابطة، و تقريبا 30 أيضا مخفي، هؤلاء الذي أيضا أمهاتهم يتابعن والرابطة تتساعد معهن وتقف معهن على أبواب السجون وعلى أبواب المسؤولين عن ذلك الاعتقال التعسفي لهؤلاء الناس. نطالب أيضا أن هناك المسيطرين على هذه السجون أن يقوموا بدورهم الفعال في الإفراج عنهم، لأنه كثير منهم لديهم إفراجات من النيابة العامة وتمت تحقيق معهم العامة الإفراج عنهم، ولكن لا ندري لماذا هذا التحفظ على هؤلاء الناس. وأيضا يتم الزيارات عنهم والتصرف تصرفات غير لائقة لهؤلاء الناس. هؤلاء أبرياء أيضا فلا بد أن يتعاملوا بتعامل راقي. وبالمثل تنتهك أكثر وأكثر، وما زالت الآن في انتهاكات كبيرة، فالمسجونين في الأمن السياسي يعانوا أشد المعاناة من تجريدهم من ملابسهم، من عدم إدخال الطعام، من عدم الزي، أشياء كثيرة لا يعني يستطيع الإنسان أن يحصيها ويحصرها في هذا في هذه العزالة. الوضع بالنسبة للمختطفين سيء جدا، ولذلك نناشد الجميع أن يقفوا معنا في المطار. نعم. لا يجيروا قضية
كقضية سياسية، هذه قضية إنسانية، ونناشدهم في كل وقت وفي كل حين أن لا يدرجوا هذه القضية في الجانب السياسي ويتعاملوا معها. ولذلك الآن في هذه الفترة أثناء المفاوضات هذه لم يتم الإفراج عن أي مختطف. من قبل كان هناك يحصل تبادل معين بين القبائل أو يقدموا أموال أو فلوس أو بأي طريقة وساطات وغيرها لإخراج أبنائهم وأخوانهم، ولكن من هذه الفترة من بداية المفاوضات لم يخرج ولم يفرج عن أحد من سجون، يعني عوضا عن أن تكون أحد الحلول وإنما زادت عليهم الأعباء. إذا أستاذة أم سلام نفذتم الرابطة نفذت تقريبا 212 وقفة احتجاجية وأصدرت 173 بيان لمطالبات بحقوق المختطفين، وكذلك عقدت 160 لقاء لوضع الجميع أمام مسؤولية الإنسانية والقانونية والوطنية و46 فعالية متنوعة. أود أن أسألك، ما الذي أنتجت كل تلك الأنشطة واللقاءات؟ بفضل الله هذه الأنشطة والفعاليات على الأقل أسمعت الناس، أسمعت الآخرين، أسمعت الإعلام. أنتم مشكورين في قناتكم، تقوموا بالدور جيد أيضا في توصيل هذه الرسائل أسمعنا الجميع صوتنا. بعض الإحاطات التي حصلت من بعض الناشطين ميزات مثل طرحين إحاطة لمجلس الأمن وذكرا فيها الرابطة ومعاناة المختطفين. يعني نقول ولو الصوت ضعيف الراجع بالنسبة لنا، ولكن نحن هذا جهدنا وقد عملنا هذه الفعاليات كلها، ونناشد الجميع أن يقفوا معنا ويناصرونا في قضيتنا، القضية الإنسانية في الإفراج عن أبنائنا المختطفين. إذا شكرا جزيلا لك أستاذة أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، وتنضم معنا عبر الأقمار الإصطناعية الأستاذة نهى البوهي الناشطة الحقوقية من عدن. مساء الخير أستاذة نهى. مساء النور أستاذ آسيا، أهلا بك. وبداية أود أن تحدثينا عن أوضاع السجون والمختطفين في عدن. أوضاع السجون في عدن صراحة يعني حالة ميؤوسة منها، يعني تقدري تقولي كأنها وباء أتى على الجنوبيين في عدن. نعم، ماذا عن يعني هذا أوضاع السجون بشكل عام، المختطفين ما الذي تسمعونه، ما الذي يتعرضون له في هذه السجون؟ يعني على حسب كلام الأمهات الذي يوقفوا في الوقفات في السجون وهكذا، يقولون أنه هناك في تعذيب قصري لهؤلاء المعتقلين، وفي هناك نوع من القسوة لهم والحرمان من آراء أولادهم، وكثير من الحقوق التي لم تعطي أمهات المعتقلين أن يشوفوا مثلا أولادهم في السجون أو يعرفوا أين مصير أبنائهم المخفيين في السجون. يعني هناك في تهتك، في ظلم كبير على أبناء عدن من ناحية الاعتقالات، من ناحية المداهمات، يعني كثير كثير من الظلم يتعرضون له أبناء عدن من الناحية التعذيب، يعني المختطفين في السجون. يعني أبناءنا كانوا في المقاومات في المحاربات، أصبحوا الآن في المعتقلات ولا يعلمون ما تهمتهم. يعني أصبح الوضع يعني غير موضح للمجتمع، يعني ما تهمة هؤلاء المعتقلين، ما تهمة هؤلاء المخفيين، يعني لا زال الوضع متكتم، لا زال الوضع غير واضح. نحن كنا نطلب ونتأمل أن إذا كان هناك في معتقلين في السجون أو من المخفين عليهم تهم، أن يوضحوا ما التهمة التي هم معتقلين لها، ويرفعوا كشوفات للقضاء، ويحولوا يعني قضاياتهم للقضاء، بحيث أن كل أهل وكل أم تعرف ما مصير ابنها داخل السجن، تعرف أين هو مختفي، من الجهة التي أخذته، من الجهة هي التي داهمت هذا المنزل أو جهة الشاب وإذا أخذته للسجون. يعني لابد أن يكون هناك في توضيح للمسألة هذه، يعني المسألة ليست عبثية، فهؤلاء في الأول وفي الآخر هم بشر، يعني لهم حقوق، لهم واجبات، لهم مراعاة. يعني حتى وإن كان نحن لا نعم أن هناك إذا كان في مثلا
قضايا متهمة، يعني في شباب متهمين بقضايا معينة، نحن لا ندافع عنهم بل نقول عليكم أن تحاسبوهم، عليكم أن ترفعوا ملفاتهم، توضيحهم للقضايا للقضاء بحيث أن الكل يعرف ما تهمة هذا المعتقل. أما أنكم تأخذون المعتقل بتهمة محددة وتزقوا إلى السجون بدون أي وجه حق أو بدون أي توضيح للتهمة الذي ما هو عليه، هذا شيء باطل، يعني هذا غير 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 قانوني أنك تعمل شيء تداهم شخص وتأخذه بغير أي تهمة، بغير أنك تنفذ التهمة الكيدية التي تطلع من رأسك، يعني هذا شيء غير صحيح وغير قانوني. طيب هناك كمان أمهات كل يوم هم يعملون مناشدات، يعملون وقفات احتجاجية في سجون التحالف، في بيت الميسري، في المعاشير، يعني كل يوم ولهم وقفات في كل مكان. لا أظن ولا أعتقد أن هؤلاء الأمهات يخرجون من بيوتهم من الصباح حتى الظهيرة بيطالبوا بمصير أبنائهم وأين أبنائهم، ما لا أظن أن هذا شيء كذب، يعني أكيد ما تطلع الأم من بيتها وتطالب الجهات المعنية بهذا الأمر بكشف أين مصير ابنها أو بكشف ما قضية ابنها، باطلة، يعني لا أظن أنها ستتعب وتخرج من بيتها لهذا الشيء. أكيد هناك في أمهات يعني في أبناء مخفيين، في أبناء معتقلين، ونحن نتمنى من كل الجهات المعنية بهذا الأمر أنت تعطي فرصة لأمهات المخفيين وأمهات المعتقلين بالمقابلة لأبنائهم، تعطيهم مثلا حتى جزء من المقابلات، تعطيهم رفع ملفاتهم، يعني تظهر حقيقة الابن الذي هو معتقل لديهم في السجون. نعم. طيب نتمنى أن يكون هناك مناصرة عادلة من الوقفات الدولي ومن الأمم المتحدة والأمن العام. نعم. كذا تحدثي عن الوقفات الكثيرة التي قامت بها أمهات المختطفين أمام، تسمعيني الآن؟ أعيد السؤال سمحتي. نعم، يعني وأنت تحدثتي عن العديد من الوقفات التي قامت بها أمهات المختطفين أمام منزل وزير الخارجية ونائبة أيضا، أين انتهت وعود وزير الخارجية ووزير العدل أيضا والنائب العام لأهالي المختطفين بالنظر في قضايا أولادهن والإفراج؟ لن يجدوا أي استجابة، لن يجدوا أي استجابة، بل على العكس أنهم يستهذرون بأمهات المعتقلين والمخفيين في وقفاتهم. وأنا كروني كإنسانة قبل أن أكون ناشطة حقوقية، أنا إنسانة وعندي إحساس ومراعاة لهؤلاء الأمهات، يعني مهما كان هذه أم تفتقد ولدها، وفقدان الولد ليس سهل على الأم أن تنظر إلى ابنها وهو في السجون ولم تعلم أين مصيره. يعني نحن نتكلم أنه لابد أن يكون هناك في مراعاة من قبل الأمن، عليهم مراعاة مطالب الأمهات، يعني يحتضنوا المطالب الأمهات، يدخلوا يقابلوهم. أما أنهم يعملوا وقفات احتجاجية أمام بيت الوزير أو أمام المعاشيق أو أمام قرارات التحالف ودون أي إجابة لهم، يعني هذا أول حاجة استهتار في أمهات المعتقلين. ليش؟ يعني إذا كان هناك في قضايا لابد أن تتقبلوا حوارات الأمهات، لابد أن تعملوا جلسة مناقشة لأمهات المعتقلات، يعني يجب أن تعرفوا ما مطالب هؤلاء، يعني ليس هم نساء ناقصات أو أي شيء، هم نساء يطالبون بحقوق أبنائهم، وهم نفسهم الأمهات يطالبوا ويتكلموا بكل صريح العبارة حتى بوقفاتهم، يكتبوا شعارات إذا كان أبنائهم متهمين بالتهم، حاكموهم. يعني أكيد لهم عليهم إحالتهم للقضاء، عليهم بإقامة الحكم عليهم، يعني الأمهات نفسهم يطلبوا توضيح مصير أبنائهم ويتحاسبوا، يعني مش قالوا إن ابني متهم تريد أن تخرجه، لا، قالت يجب على الأمن أن يثبت لي إذا كان ابني متهم، يطلع لي على تهمة ابني ويحولها للقضاء وتعتبر رأي عام، يعني حق التنفيذ فيه. وبعدين نحن الآن نعتبر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لماذا التعذيب؟ لماذا الأخفاء؟ لماذا لماذا الحرمان الذي يعانوا من المساجين في السجون؟ هذا ظلم. هذا لا يرضي الله ولا يرضي شرعه ولا يرضي القضاء. نعم. إذا نسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبد الله المنيفي، وهو صحفي ومختطف سابق لدى الحوثيين، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور، مرحبا. إذن أستاذ عبد الله، يعني في يوم المختطف اليمني، هل لك أن تحدثنا عن أبرز ما عانيته في سجون ميليشيا الحوثي؟ في البداية في هذا اليوم الذي أعلن عنه كيوم المختطف اليمني، اسمح لي أن أوجه التحية لكل أم مختطف ولكل زوجة ولكل أبناء المختطفين والمخفين قسرا. وأود أن أقول أن ما يجري داخل السجون والمعتقلات أمر سيء للغاية. هناك أعداد مهولة من المختطفين، والأعداد لا تزال في تزايد مستمر، يتم اختطافهم من منازلهم، من أماكن أعمالهم ومن الشوارع. هناك إحصائيات متزايدة لم تتوقف يوم. معاناة المختطفين، هناك من مضى 4 سنوات وهم
خلف القضبان يواجهون صنوف التعذيب والمعاملة التي لا تليق بأي إنسان. هناك انتهاك للحقوق والكرامة الإنسانية داخل المعتقلات، فضلا على الإخفاء القسري الذي يعتبر جريمة مرتبة يضاف إليها جريمة محاكمتهم من قبل الميليشيات. هذا لم يحدث أعتقد في تاريخ اليمن من قبل، إنها مرحلة سوداوية في انتهاك حقوق الإنسان وكرامته. ما يحدث في السجون أن هناك مغيبين لم يعرف أهلهم عنهم شيء، وهم لا يعرفون كيف حال أهاليهم. هناك من يتلقون العذاب يعني ساعات طويلة من التعذيب، بعض في بعض الأحيان من بداية الليل حتى الصباح. صنوف التعذيب التي يتلقونها هناك أمر مروع للغاية، وأرقام مهولة يعني من المختطفين والمقتلين قسرا الذين يواجهون التنكيل والبطش من قبل ميليشيات الحوثي. نعم، إذن هل حدثنا أيضا عن أبرز أو يعني أنواع التعذيب التي كان يقوم بها الحوثيون سواء عليك أو على أصدقائك في المعتقل؟ ميليشيا الحوثي تمارس جميع أنواع التعذيب، بدءا من الضرب إلى التعريق إلى الأسقف إلى الصعق بالكهرباء، فضلا عن المعاملة الإنسانية. هناك يعني شاهدت بنفسي معتقلين تم تعذيبهم حتى أنهم لا يقوون على الحركة لعدة أيام بعدها. هناك من تم تجويعهم، هناك أمراض لم يتلقوا أي علاج حتى أنه كان يتم شفط البول من بطونهم. يعني كان هناك أشياء مرعبة فعلا. هناك بعضهم لا يستطيع حتى أن يفتح فمه ليتلقى الغذاء يعني من نتيجة التعذيب. بعضهم أصبحت حالته النفسية يعني ومضاعفاته أسوأ من التعذيب نفسه، وهذا أيضا نتيجة التعذيب. يعني هناك صور لا يمكن وصفها. ومع ذلك نجد أن هناك أنه تم إخضاع هذه الورقة، وهي ورقة إنسانية بحتة وقضية إنسانية، تم إخضاعها للتفاوض السياسي، وهذه جريمة أكثر مما يحدث داخل السجون. بينما هي قضية إنسانية وحولت الميليشيات الحوثية إلى ورقة سياسية للضغط والتفاوض السياسي، وهذا بتواطؤ الأمم المتحدة، وهذا جريمة يتلقى يعني وهذا انتهاك بحد ذاته يعني يتعرض له المختطف فوق ما يتعرض له داخل سجون الميليشيات. نعم، إذن ما هي الرسالة التي تود إيصالها لمن يهمهم أو لمن يعنيهم هذا الملف، خاصة المعنيين بحقوق الإنسان وملفاتها؟ أنت حر طليق اليوم، وبالتأكيد تشعر بالأسى لأجل من تبقوا في سجون الحوثي. فإني يعني أوضح لك نقطة، وهي المعاناة التي يتعرض لها أهالي المختطفين. هذه المعاناة، معاناة أهالي المختطفين، هي المعاناة التي يجب أن تلتفت لها المنظمات الحقوقية. المعنيين اليوم اهتموا بكل شيء إلا أهالي المقتلين قسرا. مليارات يتم تشويقها باسم المساعدات الإنسانية، لم تخرج معتقلا واحدا أو تساعد أسرة معتقل أو تنهي معاناته، بقدر ما استفادت منها القطط الثمان من أصحاب المنظمات المشبوهة التي تتاجر بمعاناة اليمنيين. هذه آخر صور المسخرة التي شاهدناها، أن منظمة الأمم المتحدة ذهبت لإمداد السجون التي تحت سيطرة الميليشيات بالفرش، ولم يتبقى إلا أن تدعمها لفتح سجون جديدة تحت بند مساعدات إنسانية. ما جرى في الآونة الأخيرة أنه تم تعطيل مشاورات الأردن المنبثقة عن اتفاق السويد والمعنية بإطلاق المختطفين والمقتلين قسرا ومقابل أسر الحرب. هذه تم تعطيلها وعطلها الحوثي، لم يتم تشوية هذا الملف حتى الآن. وبصوت الأمم المتحدة هناك تجاهل للمبعوث الدولي، المبعوث الدولي تجاه الملف الأسرى، وهو دليل على أنه منحاز لأجندة لا علاقة لها باليمنيين ومعاناتهم. أصبح يعني يتعامل في هذا الملف، يعني أكد في هذا الملف بالذات أنه غير نزيه. هنا أدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن تخرج عن هذا الصمت المريب الذي يعني تتعامل به إذا معاناة آلاف العشرات الآلاف من الأسر التي فقدت عائلها وأصبحوا خلف القضبان. هناك معاناة لهذه الأسر يعني في الحصول على يعني حاجات المعيشية لها ولأبنائها. هناك بعض الأسر لا يعرفون عن عائلهم شيء، وهذه جريمة تحمل مسؤوليتها في المقدمة الميليشيات التي تمارس هذه الجرائم والانتهاكات، يعني وكما تتحملها المنظمات الحقوقية والمبعوث الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله المنيفي الصحفي المختطف السابق لدى الحوثيين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذة هنا، أستاذة نهى عفوا، أستاذة هنا برأي نهى، من هو المسؤول اليوم عن إطالة أمد معاناة الأبرياء في سجون عدن؟ يعني لما لم يتم على الأقل الإفراج عمن صدرت بحقهم أوامر إفراج؟ أستاذة نهى هل تسمعينني؟ نعم نعم تسمعينني الآن؟ لا يوجد صوت. طيب بعد سؤال أقول يعني من هو المسؤول برأيك عن يعني إطالة معاناة الأبرياء حتى هذا الوقت، خاصة من صدرت بحقهم أوامر إفراج يعني لم يتم الإفراج عنهم؟ السؤال لو سمحتي. نعم تسمعينني الآن بشكل أوضح؟ نعم 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 نعم. إذن يعني هناك مجموعة صدرت بحقهم أوامر بالإفراج ومع ذلك لم يتم الإفراج عنهم، برأيك من المسؤول عن ذلك وعن يعني بقاء هؤلاء الأبرياء في السجون كل هذا الوقت؟ الجهات المعنية لهذا الأمر الذي صدرت الأوامر بالإفراج هي تتحمل المسؤولية لأنها صدرته ولم تنفذ الجهات هذه الذي أمرتهم إليه. يعني الآن الأمر يعود لهم هم من أمن نفذوا الأمر، يعني يجب هناك في إلحاح من الجهة المعنية التي نفذت الأمر عليها أن تلزم هؤلاء بالفتح بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين. نعم، إذن منذ بداية العام 2019 ونحن نسمع عن إضراب المعتقلين في سجن بير أحمد، لماذا هذا الإضراب وهل هناك أي استجابة لمطالبهم؟ نعم هل سمعتني نهى؟ هل صوتي يصل إليك؟ نهى تسمعين الآن؟ لا تسمعيني، لا حتى يبدو أن صوتك أيضا لا يصل. نهى تسمعيني؟ إذا أعتذر منك نهى، ويعني الإشكالية من عندك يعني. شكرا جزيلا لك، ستجدين في الإعادة يعني أننا شكرناك نهى البوهي الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية عدن، شكرا لوجودك معنا، ونعتذر منكم أعزائي المشاهدين، وشكر لكم ولمتابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.